مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة المحور وفقرة جديدة من برنامجكم الطبيب. يعني احنا خلاص دخلنا على فصل الصيف واكيد ناس كتير جدا جدا ابتدت تحس بالمشاكل اللي بتيجي مع فصل الصيف، والنهاردة هنتكلم عن مشكلة مهمة جدا جدا يمكن بتواجه ستات كتير او بتضايق ستات كتير، وهي مشكلة التصبغات اللي طبعا بتظهر نتيجة ممكن التعرض للشمس، او الشمس تبقى حامية جدا جدا بالنهار، طبعا ده بيسبب تشوه في الوش، بيسبب أزمة نفسية كبيرة طول الصيف. الواحد بيبقى عايز يستخبى يا إما من الشمس يا إما من اللي حصل عن طريق الشمس في وشنا. فياريت كل الستات اللي بتتفرج علينا النهاردة يركزوا جدا، لأن النهاردة حلقتنا مهمة جدا جدا يا مرة. أكيد، وإحنا النهاردة جايين نقول لكل السادة المشاهدين أن زي ما نور قالت بعض البقع اللي ممكن بتصيب بعض السيدات وبعض البنات، وكمان الحروق اللي ممكن تكون ناتجة عن الشمس. والنهاردة بقى هنوه عن موضوع مهم جدا وهو التاتو. أي بنت ممكن تعمل تاتو، ممكن تكون بعد كده عايزة تشيله. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفتنا اللي منورانا دكتور إنجي العزازي، استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر، حاصلة أيضا على البورد الأمريكي للتجميل والليزر، وأيضا ماجستير الأمراض الجلدية جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيكم، منورانا. أهلا بيك يا دكتور، نورتينا. أهلا بيك نور. زي ما قلت كده في الانترو يا دكتور، احنا هنتكلم النهاردة عن التصبغات، فكنت عايزة أعرف من حضرتك بتبقى أسبابها إيه ونقدر نتخلص منها إزاي، أو إيه هي طرق علاجها؟ طيب، التصبغات دي جاية من إيه في الجلد؟ جاية من حاجة اسمها الميلانين، صبغة الجلد بتكتر شوية. فإذا احنا تعرضنا للشمس كتير، الميلانين ده بينشط قوي، يبدأ ان احنا المادة دي تترسب في الجلد تعمل اللون. ممكن جدا حد عنده التهاب في وشه، يعني حصل له التهاب، حصل لها اكزيما، حصل لها اي حاجة حتى لو في جسمها، تسيب تصبغ بعدها. في ناس عندهم قابلية ان جلدهم يتلون على ناس تانيين، فممكن تشوفي واحدة صاحبتك او واحدة قريبتك تقول لك انا مجرد ما بهرش هنا يطلع لي بقع في جلدي، مجرد ما يحصل لي اي ستريس شوية يطلع لي اكزيما وتبقع في الجلد. فاحنا كل التصبغات دي ميلانين زيادة في الجلد. طيب، ميلانين زيادة في الجلد. طيب، احنا يمكن قبل الهوا يا دكتور اتكلمنا عن بعض البنات وبعض السيدات اللي بيكتبوا مثلا تاتو مثلا على ايديهم، او مثلا بيكتبوا اي اسماء كده وبيبقوا عايزين بعد كده يشيلوها. طيب، ازاي نقدر ان احنا نشيله يا دكتور بشكل سهل وبسيط؟ التاتو محتاج ان احنا نزيله بالليزر. بالليزر. طيب، احنا بنشيله ازاي؟ طبعا لونه بيفرق معايا، لو في الوان بتستجيب لحاجه اسمها اندياج ليزر، وفي حاجات تانية بتستجيب، يعني ده مثلا لونه اسود اوكي وده رسمه، فدي بتتشال بنوع من انواع الليزر. هو احنا عندنا نوعين، الكي تي بي والاندياج، كل واحد فيهم بيشتغل على الوان معينه في الجلد. بيشتغل ازاي؟ احنا بنكسر الصبغه اللي موجوده دي، عشان كده التاتو بيقعد فتره ما بين الجلسه واللي بعدها لغايه لما الجسم يبدا ان هو يمتص اللون ويتخلص منه. فدايما الجلسه ما بين التاتو من شهر لشهر ونص، عشان نقدر ان احنا نيجي نعمل الجلسه اللي بعدها. بنسيب شهر وشهر ونص وممكن نعمل جلسه ثانيه. لازم بنعمل جلسه ثانيه وثالثه ورابعه كمان، يعني بنعمل ممكن توصل لاربع جلسات عشان انا اتخلص من اللون. وستة. طبعا. لان في بعض الالوان بتبقى فيها ميكسينج، يعني هم مش حاطين لك مثلا اخضر بيور، يعني دي من الحاجات اللي منتشره قوي، ان هو حد يعمل مثلا باتر فلاي فيها كذا لون، فيها احمر وفيها اسود وفيها اخضر، فساعات بعمل نوعين من الليزر في نفس الوقت عشان الالوان بتبقى مختلفه. مختلفه. تمام. طيب، الصوره دي برضو دي ميكس من الوان. فبنشتغل بان احنا، يعني انا في نفس الجهاز عندي النوعين من الليزرز دول. اللي بيشتغل على الغامق، على البلو والبلاك والجرين. اي لون بيبقى اصعب يا دكتور، الملون ولا الاسود بيبقى اصعب؟ لا، ما فيش حاجه صعبه غير الالوان اللي هي فيها تركيبات انت مش عارفاها. اوكي، يعني الالوان العاديه حتى في تطول حواجب، ما هو برضو دول بيعملوا شويه ساعات ميكسنج فيه. طبعا. فبتغيري شكلك، عايزه انك الشكل اللي انت كنت عاملاه عايزه تغيريه، الموضه بتاعته راحت، اكيد بنشيله. طيب، في بنات كتير يا دكتور بيطلع لها نمش، وبرده ممكن في ناس بتعاني من مشكله حب الشباب في مرحله المراهقه وبدايه مرحله الشباب. بعد كده بقى لما الحاجات دي بتروح بتسيب اثار في البشره، والنمش بيفضل موجود برده في البشره مش بيروح، ليه حل؟ ليه علاج ولا ملوش؟ طيب، النمش برده ده عباره عن ميلانين زايد، وفي ناس هم عندهم طبيعتهم عندهم نمش في وشهم. في ناس بيقولوا شكله جميل انا بحبه عامه النمش، بس في ناس بيبقوا عايزين يشيلوه. بنشيله، بيبقى كتير قوي، بيبقى كتير، لازم بنعمل له برده كيو سويتش ليزر، ممكن نشيله، ممكن نعمله فراكشنال، ممكن نعمله تقشير. ده غير كمان ان انا كنت بقول لك على موضوع ندى
حمل شباب ممكن يسيب لون غير ما يسيب ندبه، ممكن يبقع في الوش، فده برضو بنعمله ليزر ريفراكشنال او بنعمله تقشير. دي برضو زي النمش، وده عملنا له كيو سويتشد ليزر، عملنا للحاله يعني، وطبعا استجابت. دي ممكن من مره واحده، بنعملها كل توصل فتره، توصل النتيجه دي من جلسه واحده. هايل جدا. لانه نمش هنا نمش برضو. احنا طبعا لازم نقلل الوزن، دي حاجه مهمه جدا، ونعالج كمان. هنا واضح يا دكتور قدامنا في صوره، يعني المشكله ان هو في الوش، ما عشان يتعرض للشمس، تعرض الشمس لازم هيقلب الكلام ده لو مفيش واقي بالظبط. تمام، تتخلص منها بالشكل ده. طبعا نتيجه هايله يا دكتور. دي في كام جلسه يا دكتور؟ جلستين. هايل جدا. طيب مشكله الهالات السوداء يا دكتور، وبتواجه بقى مش بنات بس، بتواجه بنات ويمكن برضو شباب، بتبقى عندهم المشكله دي، حتى يمكن الولاد بتتضايق منها، لانه الناس بتبقى شايفاه كده، تحس انه لا انا مش بشرب حاجه والله. الموضوع بيبقى تحس فيه محطوط في موضع اتهام دايما بسبب بسبب الهالات السوداء. ليها حل؟ انه بنجرب حاجات كتير قوي وبرده مش، شوفي دلوقتي لو لقيتي بصيتي على الشباب كلهم من 18 19 سنه عندهم الهالات السوداء دي، عشان اللابتوبس، واحنا عاملين طول النهار ماسكين الموبايل وقاعدين بنشوف، وطبعا احنا ما بننامش كويس، التدخين، يعني الاسباب الكثيره اللي موجوده دي الاول نعالجها، وكمان نشوف هنعمل ايه. يعني كمان في ناس رفيعه قوي، حتى تلاقي تحت عينها فاضي، فممكن دي اعالجها بفيلر، ممكن لو لون بس اعمله تقشير، او احقن له حاجات نخلي تكسير اللي صبغه يحصل يعني. ان تحت العين بيبقى فيه طبعا العروق الزرقاء اللي بتشف كانها سودة، يعني العروق الزرقاء دي بتبان كانها هالات سودة. طبعا لو جلد طبعا محتاج ان احنا نملاه عشان نداري على المكان الفيز او العروق اللي موجوده تحت الجلد. بالظبط. وهنا برضو عندنا هالات سودة. طبعا دي كانت هالات بس، ما عملنالهاش فيلر، مجرد 4 جلسات كل اسبوع بيكسر اللون. جميل جدا. ودي ايه يا دكتور؟ ده طبعا الشفايف، ما هو الشفايف من المناطق برضو اللي بالتدخين ممكن اللي بتقلب بسرعه لونها، لونها هيتغير. ده تصبغ طيب ولا ده؟ ده من السجاير بيحصل. طبعا اللون نفسه بتاع الشفايف بيزرق، فاحنا برضو محتاجين احنا نكسر اللون ده، او محتاجين نعمله فيلر عشان يدي نضاره للشفايف بدل ما تعملي تاتو مثلا يعني، ونتخلص منه نهائيا. طيب هنتكلم بقى دكتور دلوقتي عن الحروق دي، طبعا يعني داخله ضمن التصبغات اللي بتكون طبعا في الجلد، انه كمان ممكن يقع ميه سخنه مثلا على طفل او طفله، او مثلا واحده كبيره بتسيب بقع كبيره جدا، ازاي دكتور نقدر نتخلص منها، خصوصا ان في كمان اطفال صغيره بيحصل لهم ده وبيسيب لهم اثر كبير قوي. يعني الاول نعالجه صح. انا دايما بقول معجون السنان والكلام اللي بيحطوه ده غلط خالص، زيت الحاجات القديمه غلط خالص. نروح للدكتور الاول نشوف احنا في اي مرحله من الحرق بتاعنا، نعالجها خلاص. يعني خدنا مثلا علاج بتاع شهر ونص شهرين، نبدا ان احنا نعمل مثلا فراكشنال ليزر عشان نرجع الجلد لمكانه، ممكن نعمل كومباينيشن ما بين مثلا فراكشنال وتقشير، بتدي فرصه للجلد كتير عشان يحصل له بنقل الانسجه. بعمل البي ار بي حتى في الحروق، ممتاز يعني. والصوره دي عباره عن ايه؟ برضه ده كان حرق تقريبا. ده كان حرق ميه سخنه، وطبعا بس اخد شويه جلسات كتيره يعني، يمكن 6 جلسات. طيب في ناس بتعاني من حاجه ممكن تبان غريبه شويه يا دكتور، لما بتتعرض، لما مثلا يروحوا بول او حاجه، البنت تتعرض للشمس كلها ما فيش مشكله، بس اماكن تسمر واماكن تفضل لونها زي ما هو، يعني المكان ما بيكتسبش اللون بتاع التان اللي هي عايزه تعمله، فكده بيصبح فيه اماكن سمراء جدا جدا واماكن بيضاء. ايه السبب في ده؟ لان احنا عندنا اعتقاد ان احنا مثلا ايدينا كف الايد والرجل دول ما بنحطش فيهم سان بلوك. حتى اللي بيسوقوا بتقول لك انا لما انا سايقه، طب ليه بقى المكان ده غمق؟ ما احنا لازم نحط عليه سان بلوك او نلبس جوانتي. دايما بقول للناس في الصيف البسوا جوانتي يكون فاتح، ما يكونش لونه اسود، حطوا سان بلوك عشان ما تحسوش ان ايديكوا لونها اتغير يعني. تمام. دكتور بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا، كان لسه معانا اسئله كتير ان شاء الله نستكملها في حلقات ثانيه. كانت منورانا النهارده من داخل الاستوديو دكتور انجي العزازي، استشاري الامراض الجلديه والتجميل والليزر، وايضا حاصله على البورد الامريكي للتجميل والليزر. بشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معانا النهارده. ميرسي يا دكتور جدا. مشاهدينا انتظرونا فقرات مفيده ومميزه دايما من برنامجكم الطبيب.